السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيزة. في هذا الفيديو أتيت لكم بثلاث تطبيقات، فهم أفضل تطبيقات لهذا الأسبوع، خصوصا الثاني والثالث سوف تشكرني عليهما. فكل هذه التطبيقات التي سوف أقدمها لكم في هذا الفيديو فهي مجانية، وأنا اخترتها لكم لأنها أفضل تطبيقات لهذا الأسبوع. نعم يا أخي الكريم، إذا كنت تريد معرفة هذه التطبيقات وطريقة استخدامها، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهدون هذه القناة، المرجو الضغط على زر الصابوني ثم تفعيل خاصية الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا أن نستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قد قلت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو أتيت لكم بأفضل ثلاث تطبيقات لهذا الأسبوع، فكلها خيالية ومجانية أيضا، خصوصا الثاني والثالث سوف تشكرني عليهما. نعم، فلنبدأ على بركة الله. التطبيق الأول هو خاص بخلفيات الهاتف، سوف أضع لكم جميع الروابط أسفل هذا الفيديو. فبعد الدخول إلى التطبيق الأول تقوم بالضغط على أكسبت لكي تظهر لك الصور لخلفيات الهاتف. نقوم بإزالة هذا الإعلان. فكما ترون إخواني الكرام، هناك العديد والعديد من التطبيقات داخل الصور لخلفيات الهاتف داخل هذا التطبيق الرائع. فكما ترون هناك العديد والعديد خلفيات متواجدة داخل هذا التطبيق الرائع. مثلا سوف نختار أي صورة خلفية، مثلا هذه، نقوم بالضغط عليها ثم نقوم بالضغط هنا على هذا السهم، ثم نضغط على ديفيني، ثم نقوم بالضغط على غوغاردي لمشاهدة إعلان، وبعدها سوف يعطينا أين سوف نقوم بوضع هذه الخلفية الرائعة. نقوم بالضغط على غوغاردي لمشاهدة الإعلان، ثم ننتظر لبضع ثواني ريثما ينتهي هذا الإعلان، ونقوم بحذفه ثم نختار أين سنضع الخلفية. نقوم بإزالة هذا الإعلان، ثم ستظهر لنا ديفيني كونفين فيكرو في السطر الأول الفوق. نقوم بالضغط عليها ثم نختار أين سنضع هذه الخلفية، في خلفية الهاتف أو في خلفية شاشة قفل الهاتف. إذا كنت تريد اختيار إكخون داسي فإنك سوف تضعها في خلفية الهاتف. إذا كنت تختار إكخون داسي إكخون دو فيغويلاج إنك سوف تضعها في شاشة قفل الهاتف. أنا لن أقوم بذلك، فقط أريكم الطريقة لكي لا أطول عليكم في الفيديو. الآن نمر إلى التطبيق الثاني، وهو رائع جدا إخواني الكرام. من خلال هذا التطبيق شات لوكر يمكنك حماية دردشة الواتساب. نعم إخواني الكرام، سوف أضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو، فبعد تحميله تقوم بالدخول إلى تظل لك الواجهة على هذا الشكل، ثم هنا تختار اللغة، نختار الإنجليش، ثم نضغط على أوكي، ثم مرة أخرى أوكي. وهنا في الأول يقول لك عليك بإدخال كلمة السر تتكون من 6 أرقام. تابع معي، 1 2 3 4 5 6. فقط أنا أعطيك مثال، أنت اختر 6 أرقام أخرى، 1 2 3 4 5 6. وفي الخانة الأخيرة Entry Password Hint، هنا تقوم بكتابة أي كود إذا نسيت الكود الأول. مثلا هنا سوف أقوم بكتابة 046، ثم أقوم بالضغط على أوكي. وهنا تظل لنا هذه، عفوا، نقوم بإزالة الإعلان. هنا نضغط على الزائد في الأسفل، ثم نختار لوك واتساب شات الأولى، الكلمة الأولى نقوم باختيارها، ثم نضغط على أوكي. وبعدها سوف يقول لي علي أن أعطي الحق الدخول لهذا التطبيق إلى الهاتف. هنا نقوم بإيجاد الكلمة، إيجاد اسم التطبيق، نقوم بالضغط عليه، ثم نعطيه حق الدخول، نقوم بالتفعيل هكذا، ثم نقوم بالرجوع إلى الخلف إلى التطبيق. مرة أخرى نقوم بالضغط على الزائد، ثم نضغط على لوك واتساب شات،
نقوم بالضغط على اوكي ويتوجه بنا مباشرة الى الواتساب، وهنا يمكنني اختيار اي دردشة مع صديق اقوم بقفلها. مثلا سوف اقوم بدردشة الجروب مع عائلتي فاميلا، نقوم بالضغط عليها ثم نقوم بالضغط على اوكي. ننتظر قليلا، نقوم بحذف هذا الاعلان، نقوم بالضغط على اوكي. فكما ترى اخواني الكرام هنا ظهرت لي فاميلا، هذا الجروب الخاص بعائلتي. الان سوف نتوجه الى الواتساب لاريكم هل تم قفل الدردشه مع العائله ام لا. نقوم بالدخول الى الواتساب، نقوم بالدخول الى الجروب الخاص بعائله. فكما ترون اخواني الكرام لقد تم القفل الدردشه مع عائلتي. نقوم بكتابه الكود للدخول الى المحادثات، اضغط على اوكي. فكما ترون اخواني الكرام لقد تم قفل بنجاح. الان يا اخواني الكرام نمر الى التطبيق الثالث وهو ايضا رائع، فمن خلال هذا التطبيق يمكنك تبريد هاتفك. نقوم بالضغط عليه، فهو اسم التطبيق كولر ماستر، نقوم بالدخول اليه. فهذا التطبيق رائع جدا يا اخواني الكرام، فكما قلت لكم يقوم بتبريد هاتفك. فكما نعلم ان هذا هو شهر الصيف ويكون الحال وتكون الحرارة، وأيضا هاتفك ترتفع فيه الحرارة، وهذا التطبيق يساعدك في تبريد حرارة الهاتف. نقوم بالضغط على هنا السهم، ننتظر قليلا ثم نضغط على أوكي. فكما ترون إخواني الكرام حرارة الهاتف 33.4 درجة. نقوم بالضغط هنا على ديتكت أبلي أون سيرشوف، نقوم بالضغط عليها وهنا يقوم بفحص الهاتف، وسوف يبحث عن التطبيقات التي تعمل أوتوماتيكيا، ومن خلال هذه التطبيقات ترتفع حرارة الهاتف. ننتظر لبضع ثواني إخواني الكرام. فكما ترون إخواني الكرام هذه الثلاث تطبيقات تعمل أوتوماتيكيا ترتفع حرارة الهاتف. نقوم بالضغط على نيتواياج لنقوم بحذفها وخفض الحرارة الهاتف. فكما ترون لقد تمت العملية بنجاح. نقوم بالرجوع إلى الخلف. فكما ترون بهذه الطريقة يمكنك تبريد الهاتف يا إخواني الكرام، فهو تطبيق رائع جدا، وأحببت أن أشارك معكم هذه الثلاث التطبيقات الرائعة والمميزة. المهم يا إخواني الكرام أرجو أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك. أريد أن يصل هذا الفيديو إلى 100 لايك يا إخواني الكرام. وإلى هنا وانتهى الدرس، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.